نادي الزمالك وضعه بقى محير جدا جدا في الفترة الأخيرة، يا ترى مين هو المدير الفني لنادي الزمالك الفترة دي؟ وهل نادي الزمالك محتاج مدرب أجنبي ولا مدير فني عربي زملكاوي يكون عنده شخصية يقدر يقود بيها سفينة نادي الزمالك في الفترة القادمة، ولا نجيب مدير فني مع اللعبة دي ونديله الصلاحيات ان هو يشوف ويقيم اللعيبة بحيث انك تبدأ موسم جديد وانت عندك الاختيارات عشان نقدر نحاسب المدير الفني، وليه ما يكونش مدرب زملكاوي ونشوف وياخد الفرصة زي مثلا الكابتن حلمي طولان، اسم كبير وقيادة قوية جدا، نشوفه يمسك نادي الزمالك حاليا، نجح وكمل ياخد برضو نفس الصلاحيات، وخصوصا انه بالجنيه المصري مش بالدولار هيكلف كتير، بالجنيه المصري واسم عارف مدرب كبير ويقدر يقود نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. فطبعا في الفيديو ده هنتكلم عن من هو المدير الفني لنادي الزمالك، وتاكيس زونياس المدرب بيراميدز السابق هل من المرشحين، هل هو اللي هيقود نادي الزمالك، وهل هو يليق بقيادتنا للزمالك ولا لا. وهنتكلم عن طبعا المباراة المرتقبة والمباراة الفاصلة واستعدادات النادي الاهلي وما قبل المعركة، المباراة مباراة الهلال السوداني والخمسين الف متفرج والاتحاد الافريقي، يعني المنتخبات الافريقية قاعدة بقالها كم شهر قاعدين نايمين ويجي تصفيات افريقيا، وفي نفس الوقت الانديه الدوري ابطال افريقيا، فالتوقيت غلط، ليه ما لعبوش من فتره؟ المهم طبعا النادي الاهلي في ورطه، منتخب مصر اللي في مالي، وماتش النهارده ماتش مصر وزامبيا، اللعيبه المنتخب الاولمبي واللعيبه المنتخب اللي في المنتخب الاول طبعا، ومباراه ملاوي بعد ما فزنا 2-0 في قياده انا شايفها متخبطه، اداء 35 دقيقه. المهم هنتكلم عن استعداد النادي الاهلي وصعوبة اللقاء، وهنتكلم على نادي الزمالك ومين هو اللي هيقود نادي الزمالك الفترة الجاية، وفي حاجة كمان مهمة، مين رئيس نادي الزمالك يا جماعة؟ هل المستشار مرتضى منصور بعد الخروج من حبسه أو بعد ما يخرج هل هو اللي هيقود نادي الزمالك؟ والمدرب الجديد هيتعامل مع مين؟ مع مين بالظبط؟ مين رئيس نادي الزمالك اللي هيقعد معاه ويكلمه؟ المهم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر الكريم، وصلوا بينا على سيدنا الحبيب اللي بيذكر اوضته طيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بشكر كل الناس اللي اشتركت وشيرت وفعلت وانتقدت، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا هنخلي موضوع الاهلي للاخر عشان نتكلم فيه باستفاضه، لان موضوع شائك جدا، وعن التخبط الافريقي والاتحاد الافريقي ما بين المنتخبات الأفريقية وتوقيت لعب المباراة بتاعتها، وان هو بيتعارض كمان مع دوري ابطال افريقيا والمباراة حاسمة، فهنتكلم بيه نخليها للاخر. لكن دلوقتي طبعا نادي الزمالك بقاله فترة واسم تاكيز يونيس اللي هو مدرب بيراميدز من الاسامي المرشحة، مع العلم انه لم يفوز ابدا في حياته ببطولة، بغض النظر عن لعبه اذا كان بيلعب كرة حلوة او كرة هجومية، لكن لم يحقق بطولة، كان مع بيراميدز ومعاه كل العوامل اللي تنجحوا في بيراميدز، من فلوس، من تغطية إعلامية، من لعيبة، يمكن أحسن نادي في مصر كلاعبين أنا في وجهة نظري بقول بيراميدز، وما خدش معاه بطولة، فهل نجيبه نادي الزمالك ونجيبه يدرب نادي الزمالك؟ هو طبعا هتبقى إضافة له، لكن هل هتبقى إضافة قوية لنادي الزمالك؟ ده اللي هنعرفه. وطبعا الفترة دي احنا نادي الزمالك، يمكن أنا بقول الكابتن حلمي طولان، أنا وجهة نظري كابتن خالد جلال أو كابتن حلمي طولان، لا أنا بقول كابتن حلمي طولان قيادة وشخصية قوية جدا جدا جدا، ويقدر يقود نادي الزمالك في الفترة القادمة إن شاء الله. وغير كده نادي الزمالك محتاج مدرب كبير، لما تجيب مدير فني هات مدير فني كبير يقدر يقنع اللاعبين بشخصيته، يقنع اللاعبين بانه مدرب كبير ويلتزم ويقدر ياخد قرارات صارمه، واللعيبه هص ولا حد يقدر لعيبه، ويقدر يختار صح ويقول له رؤيه صح من اللعيب اللي يقعد ومن اللعيب اللي يمشي علشان تقدر تحاسبه، مقارنة بكولر، بشخصية كولر مع النادي الأهلي، وهو طبعا الآمر الناهي في الفترة الأخيرة، هو اللي بيقول ده يقعد وهو اللي بيقول ده يمشي، وعشان كده النادي الأهلي هيقدر يحاسبه. أنا بقول عشان أقدر أحاسبك أديك الصلاحيات وأديك كل الإمكانيات، أوفر لك كل الإمكانيات عشان أقدر أحاسبك في الآخر، وأتمنى يبقى مدرب كبير قوي الشخصية، اسمه كبير، له فكر، شفنا بطولات وانجازات مع مختلف الانديه وخصوصا القاره الافريقيه، يعني يكون درب في افريقيا واسم كبير علشان يقدر يقود نادي الزمالك.
سمعنا من فترة اسم موسيماني، بالعكس موسيماني مدرب كبير جدا طبعا، ومدرب عمل أرقام قوية جدا مع نادي الأهلي، بل بالعكس أن الأهلي تخبط بعد موسيماني، والنادي الأهلي كان بيلعب كرة حلوة جدا، وكان بيكسب أي فرقة بالثلاثة والأربعة، وكان عامل شغل عالي جدا مع موسيماني. هل موسيماني ممكن يكون هو الورقة الرابحة لنادي الزمالك في الفترة الجاية؟ وهل اسمه فعلا بيطرح بقوة أن موسيماني ممكن يكون موجود؟ طب وهو دلوقتي والعقد المستمر فيه في السعودية، هل يعني أسامي كتيرة وحاجات كتير انطرحت الفترة القادمة، بس مين اللي هيقود نادي الزمالك؟ هل انتوا مع مدرب اجنبي قوي الشخصية والسي في بتاعه قوي يقود نادي الزمالك في الفترة دي، مع العلم ان ممكن يكون عنده لعيبة كتير كسر ولعيبة كتير دون المستوى، ولا نشوف مدرب مصري يكون اسمه كبير مع زملكاوي يقدر يقود نادي الزمالك في الفترة دي، واذا نجح يقدر يكمل المسيرة نادي الزمالك، او من خلاله بعد كده نقدر نجيب مدير فني يشوفه وهو بيتدرب ازاي، يشوف اللعيبة مين اللي معاه، وهو اللي يقول ده مين يمشي ومين يلعب. فنادي الزمالك موضوع محير الى الان. نادي الزمالك النهاردة عنده ماتش قوي جدا مع البنك الاهلي، هيعمل ايه النهاردة؟ ماتش قوي جدا الدور 16، النادي الزمالك ماتش مهم للعيبة انها تعبر عن شخصيتها، ماتش يخليك ترجع كده ويخلي الثقة ترجع واحدة واحدة مع الجماهير، ماتش مهم العب ومتع نفسك وخلي عندك شخصية، وخليك تقول للناس ان انت بتليق باسم نادي الزمالك، وان انت ارتدائك لتشيرت نادي الزمالك ده جاء عن جدارة واستحقاق. المهم طبعا في ماتش النهاردة جامد برضو، ماتش منتخب مصر للشباب، وطبعا الاولمبي مع زيمبابوي مع زامبيا، فماتش جامد جدا العودة طبعا في عز الحر، ماتش نتمنى التوفيق لمنتخبنا النهارده ان شاء الله قدام زامبيا اللي عمل جيم عالي في الاخر اخر ربع ساعه واحرز هدفين، ابراهيم عادل طبعا والنجم جويرو، فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. طبعا الموضوع الاهم واللي بيشغل الراي العام والراي العام الاهلاوي، مباراه الهلال السوداني، ماتش قوي جدا، ماتش له عناوين كتيرة جدا، ماتش بيترتب عليه حاجات كتيرة جدا هتكون في النادي الاهلي الفترة الجاية، وان النادي الاهلي الماتش ده هيفرق معاه كتير، وهيفرق خصوصا مع ادارة الكابتن محمود الخطيب في ادارة النادي الاهلي، خصوصا بعد غضب كثير من جمهور النادي الاهلي على النتائج في الفترة الاخيرة، لان الماتش ده كسبته بيحطك تاني في المنافسة، بيحطك تاني انك انت شخصيتك بترجع، انك انت كمان هتنافس، هتبقى منافسه قويه جدا. ومع ذلك انا فضلت عند رايي ومصمم عند رايي ان النادي الاهلي هو سيظل المرشح الاول للفوز بالبطوله اذا عدى ماتش الهلال. اذا النادي الاهلي كسب الهلال وعدى ماتش الهلال وصعد، النادي الاهلي عنده شخصيه، فريق سان داونز فرقه حلوه، فرقه بتلعب كره جميله جدا، فرقه فيها ريحه الكره الاوروبيه، لكن اهم حاجه شخصيه البطل. ان كتير من الاوقات سان داونز فاز على النادي الاهلي وما خدش البطوله، لكن النادي الاهلي ممكن يخسر ويفوز، لان مقومات البطل وشخصيه البطل والامطار الاخيره، مين بيعرف يجري في الامطار الاخيره، مين بيعرف يقف بعد ما كان واقع يقف ويكمل بمنتهى القوه، هو ده شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وروح الفانيلا. فطبعا النادي الاهلي في ورطه كبيره. ليه؟ طبعا الاتحاد الافريقي مزيدا من التخبط، التوقيت بتاع لعب المنتخبات والمنتخبات الافريقيه مريحه بقى لها 3 شهور، هل ينفع ترجعهم وترجع الانديه دوري ابطال افريقيا مع المنتخبات في نفس الوقت؟ يعني انت ليه ما لعبتش منتخبات ماتش مصر وملاو ده من شهر؟ ليه ما لعبتوش في وقت تاني خالص غير التوقيت ده مثلا؟ لكن انت النادي الاهلي بقى في ورطه. طبعا خلاص اللي حصل حصل، النادي طبعا منتخب مصر هيلعب ماتش ملاوي هترجع، طبعا كولر الخطه اللي هيلعبها قدام يومين ثلاثه هل هينفع؟ هل التدريبات والخطه التكتيكيه والاستعداد البدني والنفسي لمباراه الهلال هل هينفع ويشفع معاه الوقت القليل من رجوع لعيبه النادي الاهلي من المنتخبات، خصوصا النهارده والنهارده ماتش جامد مع زامبيا والمنتخب الاولمبي وماتش مع ملاوي، ماتش قوي جدا مع ملاوي، فطبعا اللعيبه هتبقى راجعه وعندها ماتش يوم 31 هذا الشهر، الماتش مهم جدا للنادي الاهلي، اللعيبه طبعا الارهاق البدني بعد السفر والمعسكرات، هل هيبقى في معسكر والمعسكر هل الكولر هيلحق يفهم اللعيبه الخطه اللي هيعمل بيها، خصوصا انه ماتش صعب جدا، الهلال فرقه قويه، الهلال فرقه انا شايف الهلال
بوجه شخصيه السنه دي. الهلال السوداني فرقه بتلعب كره معقوله، فرقه لها شخصيه، فرقه بتكسب كويس. النادي الهلال السوداني احسن من المواسم اللي فاتت، بالعكس عنده شخصيه. فرقه لما تفوز على النادي الاهلي عن جداره واستحقاق في الماتش الاولاني، ماتش قدام سان داونز، عملت ماتشات حلوه قدام القطن الكاميروني، فرقه حلوه، فرقه تقدر تقول بتقدر تخطف. وهم هيلعبوا على الدفاع طبعا دفاع المنطقه والمرتدات، وانه يخطف هدف في القاهره، فبيصعب كتير حسابات النادي الاهلي، خصوصا ان الاهلي مطالب ان يفوز بهدفين بس شباكه تفضل نظيفه. وشايفين في الفتره الاخيره شباك النادي الاهلي بتهتز في غالبيه المباريات، فالمعادله صعبه ما بين ان انت تفوز دون ان تتلقى هدف من الهلال السوداني، والهلال السوداني عنده هدف، انه يخطف هدف في القاهره يصعب. الهدف هيساوي 3 عند النادي الاهلي، وهل النادي الاهلي لو جه في جول هيقدر يعوض ولا هيفتح؟ والهلال هيبقى ماتش له حسابات كتيره جدا. المهم هنتكلم في كل حاجه ان شاء الله قبل المباراه بعد الاستعدادات. دلوقتي احنا مستنيين طبعا منتخب مصر وماتش العوده مع ملاوي، ورمضان كريم عليكم، ويا جماله ويا جماله، والملعب 3-4-3. وكان معاكم وليد محمود، والسلام عليكم.